أنا الشيخ بشير إبراهيم هذه شخصية يعني شخصية غير مرغوب فيها بيرسونا نون غراتا كما يقولون. ابن باديس كيديروا عليه انتوما يوم العلم وعنده دار الحديث ووالدان دار الحديث في تلمسان دار الحديث كلش مبني على الكذب ولا شكروكري دار الحديث وانت حديث كيما هذا ما تصلحوش. غنقولوا المدرسة جاء في ديسمبر 31 1937 جاء أمر من الحكم العام بغلق مدرسة دار الحديث. دار الحديث هي افتتحت في 27 سبتمبر وجاء الغلق ب 31 ديسمبر. دار الحديث واجهوه قالوا له أنت بنيت مدرسة لم تأخذ بشأنها رخصة وحينئذ يجب غلقها. دار الحديث وعلى أساس أنه قام بمسيرة هذه من محطة تلمسان القطار إلى المدرسة بدون ترخيص. دار الحديث أنا الشيخ بشير إبراهيم هذه الشخصية يعني شخصية غير مرغوب فيها بيرسونا نون غراتا كما يقولون ولا بد من مواجهته بموقف محدد يا إما مع فرنسا أو ضد فرنسا هكذا قالوا ما فيش يعني مراوغة ما فيش تسامح ما فيش تحايل لابد. وزادت الحرب في 39 بداية 40 زادت الحرب من توضيح هذا الموقف وضرورة توضيح هذا الموقف وحتى استنجدوا بالسلطات العسكرية للجنرال نوغس وقالوا بأنه إذا لم تتدخل السلطات المدنية فإن السلطات العسكرية ستتدخل لوقف نشاطه. بعد تهديد عريضة جاءت من أهل تلمسان مجهولة التوقيع يعني ما حطوش التوقيع تاعها أرسلوها إلى الحاكم العام يهددون قالوا إذا كان يعتقل الشيخ بشير إبراهيمي نحن لا نضمن أن تحدث ثورة في تلمسان وأن يسيل الدم لهذا التعبير. فرد الحاكم العام قال نفذوا التعليمة وهو إلقاء القبض على الشيخ بشير إبراهيمي مهما كانت الأحوال ولكن اتقوا أن يتجمع الناس في الشوارع اختاروا ساعة معينة بحيث لا يتجمع فيها الناس في الشوارع ونفذ التعليمات وهو نفيه من تلمسان.